أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين الواردة في المواقع والصحف الإخبارية الصادرة لهذا اليوم. من المشاهد نت، 7 تجار يحكمون سوق الدواء في اليمن. صحيفة عربية تتحدث، حملة فلسطينية للتضامن مع اليمنيين. من البي بي سي، وفاة ممثلة بريطانية بعد جمعها تبرعات لتمويل تكاليف جنازتها. أهلا بكم. من أقاموا يوما منازلهم في عاصمة البلاد ووثقوا أنها لن تتخلى عنهم وأنها مدينتهم، فقدوا المنازل التي أقاموها بمجرد سيطرة ميليشيا الحوثي على صنعاء. ومنذ ذلك اليوم الأسود تعرض 235 منزلا للاحتلال أو النهب في صنعاء، وكشفت إحصائية صادرة عن وحدة الرصد بمركز العاصمة الإعلامي وفقا لموقع الصحوة نت أن المنازل المنهوبة كانت ملكا لشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية، وقد تعرضت منازلهم إما لاقتحام أو نهب أو احتلال من قبل ميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء منذ اجتياحها في 21 سبتمبر 2014 وحتى نهاية شهر أكتوبر 2018. وبحسب الإحصائية فإن قيادات بارزة ونشطاء في حزب الإصلاح نالوا النصيب الأكبر من تجريد ميليشيا الحوثي لمنازلهم ونهب محتوياتها بالكامل، ثم منازل قيادات المؤتمر الشعبي العام في المرتبة الثانية، بالإضافة إلى بعض القيادات المحسوبة على الحزبين الناصري والاشتراكي ومجموعة من المستقلين. وقال الموقع إن ميليشيا الحوثي شرعت في بيع عشرات المنازل التابعة لقيادات سياسية وعسكرية مناوئة لها، كما حولت 17 منزلا إلى سجون خاصة تضم بداخلها مئات المختطفين اليمنيين وتمارس بحقهم صنوف التعذيب. خطوة مهمة في العاصمة المؤقتة عدن، فهل تتمكن الأجهزة الأمنية من تنفيذها؟ يعنون المصدر أونلاين. اجتماع في عدن لمناقشة حماية وتأمين عمل المنظمات الدولية بالمناطق المحررة. قال الموقع إن اجتماعا عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري لمناقشة الترتيبات اللازمة لحماية وتأمين عمل المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة بعدن. وقال الوزير الميسري إن الحكومة حريصة على استقرار الأوضاع في المحافظات المحررة وتسهيل عمل المنظمات الدولية للتخفيف من معاناة المواطنين، وأكد استعداد وزارته لتقديم الدعم اللازم لتطوير العمل الأمني وحماية عمل المنظمات الدولية ومساعدة قيادة الشرطة العسكرية للقيام بدورها ومهامها المنطة على عاتقها. إدارة ترامب تريد إجبار إيران على التغيير، فهل تستطيع؟ تتساءل الواشنطن بوست في افتتاحيتها التي ترجمت ونشرت في صحيفة الغد. وتضيف الصحيفة، منذ توقيع اتفاق عام 2015 للحد من برنامج إيران النووي، قامت طهران بتصعيد أعمالها العدوانية، فزودت المتمردين الحوثيين بالصواريخ في اليمن لاستخدامها ضد المملكة العربية السعودية، كما قامت بتهريبها إلى لبنان وسوريا لاستخدامها المحتمل ضد إسرائيل، وتم ضبطها مرتين في غضون 4 أشهر فقط وهي تحاول قتل معارضين في البلدان الأوروبية. كانت آمال الرئيس السابق باراك أوباما في أن تؤدي الصفقة النووية إلى تخفيف النشاط الإيراني الخبيث مجرد أوهام، والآن بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي من ذلك الاتفاق في عمل تعزوه الحكمة، في رأينا يراهن الرئيس ترامب على أن استئناف العقوبات القاسية سوف يجبر نظام آيات الله خامنئي على الركوع. وفي حين أن العقاب قد يكون مبررا، فإن فرصة حدوث تغيير شامل في طهران تظل ضئيلة وفقا لما يقوله محللون، فإن الإجراءات الجديدة التي تستهدف صادرات النفط الإيراني وقطاعي الشحن والبنوك ربما تخفف صادرات طهران من النفط إلى ثلثي ذروتها الأخيرة التي بلغت نحو 2.8 مليون برميل يوميا، وسيؤدي ذلك إلى تدهور ميزانية الحكومة إلى حد كبير، وربما يدفع بإيران مرة أخرى إلى الركود، لكن من غير المرجح أن يكون هذا الحظر الجديد بنفس فعالية ذلك الذي كان قد جلب إيران إلى طاولة المفاوضات النووية. قد تجد إيران صعوبة في العثور على المليارات التي تنفقها على دعم الميليشيات الشيعية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط،
لكن من غير المرجح أن يتقهقر الحرس الثوري الإيراني وينسحب من العراق أو من بلاد الشام، حتى لو كان الثمن فرض المزيد من الصعوبات والمشقة على المواطنين الإيرانيين الذين يعانون أصلاً من الاضطرابات والقلق في الوطن. عن المعركة في الحديدة، يعلق موقع رأي اليمن: الحوثيون يفخخون الحديدة من الداخل. وحذرت مصادر في حي السلخانة بالحديدة وأحياء الحوك والغليل وغيرها من عناصر خاملة أو خلايا نائمة تركتها الميليشيات لحين قدوم ووصول قوات المقاومة المشتركة، وتأخذ في الانضمام إليها وتقديم المساعدات، بينما تتاح لها فرصة تنفيذ ضربات وعمليات محددة وسط القوات المهاجمة. وأشارت المعلومات إلى تسريب الميليشيا من أسبوع إلى أسبوعين عناصر مستجدة جلبتها من خارج الأحياء ودستها في أوساط السكان، لا سيما في حي السلخانة. ووفقا لمراسل ميداني، فقد أدلى عنصر تمكن من الهرب بمعلومات مهمة سوف تمكن من تحييد وإبطال فاعلية هذا النوع من الحيل الحوثية. يتساءل موقع عدن الغد في صفحته الرئيسية: هل ينجح سالمين في انتزاع موارد عدن ممن يستولون عليها منذ انتهاء الحرب؟ قال الموقع: عين أحمد سالمين محافظا لعدن بقرار جمهوري صدر قبل عدة أيام، وأحمد سالمين هو واحد من أبرز وكلاء السلطة المحلية بعدن منذ سنوات، وعرف عنه بأنه رجل الظل في قيادة السلطة المحلية منذ بدء أولى الاضطرابات في عدن في العام 2011. وكانت الحكومة تلجأ إلى سالمين مع كل أزمة سياسية واضطرابات لإدارة شؤون محافظة عدن، ومنذ انتهاء الحرب ظل أكثر من 60% من إيرادات مدينة عدن بيد شخصيات نافذة لا تقوم بتوريده إلى خزينة الدولة. وأبلغ مسؤولون محليون في قيادة السلطة المحلية صحيفة عدن الغد قبل أسبوعين أن الجزء الأكبر من إيرادات مدينة عدن لا يصل للمحافظة حتى اليوم، ويذهب إلى جيوب مسؤولين واجهات نافذة. ويبدو التحدي الأكبر لسالمين هو تمكنه من إعادة كل هذه الموارد الخاصة بعدن وتوجيهها إلى حساب المحافظة بالبنك المركزي اليمني. لا يكفي أن يكون المرء ضد إيران، تحت هذا العنوان كتب حازم صاغية مقاله في موقع درج مضيفا: كن ضد إسرائيل وافعل ما تشاء، لا بل قل إنك ضد إسرائيل وافعل ما تشاء. هذه حكمة من حكم السياسة والثقافة السياسية العربيتين الذين استخدموها بفعالية كثيرون، أبرزهم بالطبع الأسدان حافظ وبشار، لكن سواهما في بلدان عربية أخرى استخدموها كذلك. الذين صدقوا وما زالوا يصدقون هم أيضا كثيرون. الثمرة الأغنى التي طرحتها تلك المعادلة كانت تبرير قتل السوريين ولو بالكيماوي والبراميل، لأن بشار ضد إسرائيل أو لأنه يقول إنه ضد إسرائيل. في زمن لاحق ظهرت حكمة أخرى مضادة للحكمة الأولى، لكنها من الطبيعة نفسها: كن ضد إيران وافعل ما تشاء. أيد سياسات الأبله دونالد ترامب، وافق على صفقة القرن لتسوية القضية الفلسطينية، اصمت عن بنيامين نتنياهو والاستيطان الإسرائيلي، ارفض كل تذكير بمسألة اجتماعية ينتجها تغول رأس المال. هذه أيضا مؤامرات مثل مؤامرة الثورة على آل الأسد. الأمر في النهاية عقل واحد انشق إلى نصفين، كل نصف يختصر العالم إلى معادلة واحدة ضدية وصفرية وفقيرة. ربما كان نزع هذه الضدية واحدا من الشروط التي يستدعيها بناء مواقف سياسية تحمل على محمل الجد. فلا يكفي أن يكون المرء ضد إيران تماما، كما لا يكفي أن يكون ضد إسرائيل حتى لو كان صادقا في ذلك. لقد تكبدت المنطقة أكلافا هائلة من جراء هذه الضدية العمياء التي لا تمييز فيها لإسرائيل. يستحسن ألا تتكبد أكلافا مشابهة، علما بأنها تفعل من جراء ضدية مشابهة لإيران. نظاما إسرائيل وإيران اللذان يستحقان منا كل العداء لا يحلمان بعداء أغبى من هذا.
من يدير تجارة الدواء في اليمن ويتسبب بحالة عدم توفر الكثير من الأدوية والمضاربة بأسعارها يعنون موقع المشاهد نت: سبعة تجار يحتكرون تجارة الأدوية في اليمن. ويعيد دكتور الصيدلي شهاب نور الدين سبب ارتفاع أسعار الأدوية إلى هبوط الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي، ما دفع وكلاء وتجار الأدوية إلى رفع أسعار الأدوية بشكل مبالغ فيه، مضيفا أنه يتم بيع الدواء بثلاثة أسعار في اليوم الواحد، رغم أن الأدوية كانت موجودة في مخازن التجار قبل ارتفاع سعر الدولار، وتحتكر الأدوية من قبل كبار وكلاء الأدوية في اليمن بحسب نور الدين، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء التجار الذين يسيطرون على سوق الدواء بنسبة 85% من إجمالي الدواء الموجود في السوق اليمني لا يتعدى السبعة تجار، وهم من يسعرون الدواء دون الرجوع إلى وزارة الصحة أو الهيئة العليا للأدوية. قال الموقع إن اختلاف السعر من صيدلية إلى أخرى يعود إلى عدم وجود الرقابة من قبل الجهات المختصة، إضافة إلى قيام بعض الوكلاء بمنح الأدوية للصيدليات الكبرى التي تمتلك فروعا عديدة بأسعار منافسة. أكثر من 400 قتيل، تقول صحيفة لوموند الفرنسية في مقال ترجمته قناة بلقيس، هي الحصيلة الجزئية، لكن العنف في القتال لا يجب الشك فيه. منذ الأول من نوفمبر بدأ الهجوم على قدم وساق على مدينة الحديدة الساحلية. داخل الحديدة يتواجد المتمردون الحوثيون القادمون من شمال البلاد والمدعومون من إيران والذين يسيطرون على العاصمة أيضا. أما في محيط الحديدة فتتواجد القوات الموالية للحكومة المدعومة جوا من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعلى الأرض من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وهم خصوم لطهران. وفي الساعات 24 الأخيرة قتل ما لا يقل عن 43 من المتمردين الحوثيين و18 من الموالين. ووفقا لمصادر عسكرية ومستشفيات صرحت لوكالة الأنباء الفرنسية، ومع استمرار القتال لا يزال اليمن يعاني مما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم. الحرب العالمية الثالثة، تحت هذا العنوان كتب الشفيع خضر مقاله في صحيفة القدس العربي. هل اندلاع حرب عالمية جديدة تهدد السلام العالمي، بل وتهدد بفناء البشرية في ظل إمكانية استخدام السلاح النووي، وفي ظل تواجد قادة لا يتمتعون بأدنى قدر من الإحساس بالمسؤولية؟ هل هو مصير محتوم نساق إليه نحن الشعوب المغلوبة على أمرها؟ ألا توجد إمكانية لمقاومة ورفض هذا الواقع الذي لم نصنعه نحن؟ لا أعتقد بحتمية المصير، وأرى أن إمكانية المقاومة والانتصار موجودة. نحن اليوم نعيش عصر العولمة، والتي هي بالأساس ظاهرة موضوعية تعبر عن اتجاه العالم نحو التكامل والتوحد، لكن جوهرها يعاني تناقضا حادا مع هذا الاتجاه، حينما تسعى الرأسمالية إلى أن يكون تكامل وتوحد العالم تحت قيادتها وبأسلوب القصر والإكراه وبهدف جني المزيد من الأرباح لصالحها، غير عابئة بالدمار الذي تلحقه بالشعوب الأخرى وبما تبذره من بذور اندلاع حرب كونية جديدة. نحن في حاجة إلى تحالف عالمي جديد تؤسسه كتلة عالمية أوسع من حيث التكوين وأشمل من حيث القضايا التي تطرحها. هذه الكتلة الجديدة تعبر عن أوسع تحالف ممكن من كل الطبقات والفئات والقومية والشرائح الاجتماعية، خاصة الشباب في العالم، بغض النظر عن منطلقاتهم الفكرية والأيديولوجية، الرافضين للعولمة المتوحشة والمناضلين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والسلام العالمي وحماية البشرية من الفناء. وتضم هذه الكتلة التاريخية الجديدة الحركة المناهضة للعولمة تحت قيادة القطب الواحد وحلفائه، الحركات والتنظيمات والأحزاب المتواجدة في قلب النظام الرأسمالي ومعادية له أو لأحد أو لجهة، حركة الشعوب المناضلة من أجل استكمال مهام استقلالها الوطني والاجتماعي، الحركات والتنظيمات والأحزاب بما في ذلك المجموعات الدينية المناضلة من أجل الديمقراطية والعدالة والتقدم الاجتماعي، منظمات المجتمع المدني النشطة في نشر ترسيخ ثقافة السلام،
وحقوق الإنسان. الفلسطينيون يغردون من فلسطين هنا اليمن، حيث أطلق ناشطون فلسطينيون كما ذكرت صحيفة العرب الجديد حملة تغريد على مواقع التواصل الاجتماعي دعما ومناصرة للشعب اليمني الذي يعيش تحت حرب ينتج عنها أعداد كبيرة من الضحايا. غرد الناشطون تحت وسم من فلسطين هنا اليمن، حيث شاركوا مقاطع فيديو لإعلاميين وناشطين يتحدثون عن المجازر في اليمن، ونشروا صورا للمجازر وللأسلحة المستخدمة ضد الشعب اليمن. الناشط ضياء علي كتب على موقع الفيسبوك: اليمن العنيد المقاتل الصامد الذي سيعود سعيدا، كان أحب البلاد إلى قلب الشهيد وديع حداد. اليمن الذي احتضن الثورة الفلسطينية في كل الأوقات واللحظات العصيبة. وعلق مجيد غنام قائلا: حينما احتاج مقاتلو الجبهة الشعبية لزورق سريع لتنفيذ الهجوم على الناقلة الصهيونية كورال سي، طلبوها من رئيس اليمن الديمقراطي أنذاك، والذي أرشدهم للحصول عليها من ميناء عدن. وكتب ناشط آخر: كل ما في الأمر أن الشعب اليمني شعب حر لم يقبل الهيمنة والظلم والتسلط والقهر، مثله مثل شعب فلسطين، لذلك يدفع الثمن في كل لحظة وفي كل مناحي حياته. مظلومية الشعب اليمني هي مظلومية شعب فلسطين. وخصص الناشطون صفحة بعنوان من فلسطين هنا اليمن عبر موقع الفيسبوك، عملت على نشر صور وتصاميم للحملة الإلكترونية الداعمة للشعب اليمني والمطالبة بوقف الجرائم ومحاسبة كل متورط بالمشاركة فيها. ترامب يكسب دائما، تحت هذا العنوان كتب سامح راشد مقاله في العربي الجديد. في كل مرة يراهن ترامب فيها على نجاح طريقته في إدارة السياسة الأمريكية داخليا أو خارجيا يكسب الرهان ويتحقق له ما يريد. إن لم يكن كليا فعلى الأقل بنسبة كبيرة، فقد نجح في النهاية، فبعد أخفاق أكثر من مرة في تمرير قرار منع المهاجرين من دول محددة وتكرار ذلك في أكثر من مسألة داخلية وخارجية، واقعيا عقلية التاجر هي الأنسب والأكثر فعالية في السياق السياسي خصوصا في العلاقات الدولية، حيث المصالح وحسابات المكسب والخسارة هي الحاكمة دائما، ويكمن الوزن الحقيقي للقيم والمبادئ والشعارات الإنسانية والأخلاقية في بعدها الرمزي ودورها التجميلي لعملية تبادل المصالح وإدارة العلاقات، سواء كان مضمونها صفقات أو خلافات. يجد ترامب أنصارا ومعاونين ليس فقط في الدول المتقدمة حيث يتصاعد دور اليمين المتطرف، لكن أيضا في مناطق مختلفة حيث توجد مساحات مشتركة ومسارات تتقاطع فيها مصالح الدول أو الحكومات وأوضاعهما. مع طريقة ترامب وأساليبه البراغماتية، فهو يغض الطرف عن حقوق الإنسان والديمقراطية وغير ذلك من شعارات يرفعها عادة العالم الغربي والمتقدم في وجه العالم الثالث، في مقابل تحصيل ما يريد وفرض إرادته التي غالبا ما تتعلق بعائد أو مكسب مباشر يمس حياة المواطن الأمريكي وقوت يومه. لذا ما لم تتسبب سياسات ترامب الشعبوية وحساباته المادية في كارثة إنسانية أو فضيحة سياسية كبيرة، سيظل يكسب مهما بلغت دونية منطقه أو سوقية أسلوبه. توفيت الممثلة الاسكتلندية شيرلي هيليار نتيجة إصابتها بمرض السرطان بعد أن جمعت نحو 7000 جنيه استرليني لتمويل تكاليف جنازتها الخاصة. وعنونت البي بي سي وفاة ممثلة بريطانية بعد جمعها تبرعات لتمويل تكاليف جنازتها. واعتقدت الممثلة التي تبلغ من العمر 40 عاما أنها قد شفيت من إصابتها بمرض السرطان في الغدد الليمفاوية الذي كان قد تطور إلى ورم في الرئة العام الماضي، وسافرت إلى نيوكاسل للاحتفال بالشفاء، لكنها بعد ذلك عانت من آلام في الصدر أثناء زيارتها لأصدقاء في شهر أكتوبر الماضي، وقال لها الأطباء أنها لن تعيش أكثر من 5 أسابيع. وقالت الممثلة وقتها أن أسرتها قد فقدت سابقا شقيقها وكان في سن 16 عاما، وأضافت وقتها أنه لا ينبغي أن يشهد الآباء جنازات أولادهم. وتبرع أكثر من 300 شخص بمبلغ 6956 جنيها لمساعدة أبويها على دفع تكاليف جنازتها والمساعدة في تكاليف سفرهما من اسكتلندا.
تواجه ألكسندريا كورتيز أصغر نواب الكونغرس الأمريكي على الإطلاق مشكلة قد تبدو غريبة للوهلة الأولى كما أوردت صحيفة البيان، لكن من الواضح أنها معتادة بالنسبة للشباب الأمريكيين والعاملين في العاصمة واشنطن وحتى للنواب أنفسهم. ستتبوأ كورتيز مقعدها في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي وستصبح ممثلة للشعب في الكونغرس، ولكن ليس قبل أن تحصل على راتبها الأول لتصبح قادرة على دفع إيجار شقة وتحمل تكاليف الحياة في واشنطن التي يتجاوز فيها إيجار شقة من غرفة واحدة $2000. نشرت تغريدة تقول فيها إن معضلة السكن التي أواجهها حاليا تظهر إلى أي مدى النظام الانتخابي الأمريكي ليس مصمما ليتيح لأفراد الطبقة العاملة القيادة، إلا أن كورتيز ليست المشرعة الأولى التي تواجه مشكلة الإيجارات المرتفعة، فهم يعانون ماليا بسبب الحاجة لاستئجار شقة في واشنطن وأخرى في المنطقة التي يمثلونها. لذا كثير من النواب كانوا يلجؤون للنوم في مكاتبهم، يتراوح عددهم بين 40 و50 نائبا، من بينهم رئيس مجلس النواب حاليا بول ريان والجمهورية كريستين ويم. تنشر صحيفة الديلي تيليغراف صورا تقول بأنها ملخص لأحداث العالم اليوم هذا، نتابعها معكم في جولتنا المصورة. ماذا تحمل لنا اليوم رسومات الكاريكاتير من رسائل؟ هذا ما نتابعه في فقرتنا التالية. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.